السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط في ثانوية عشتار الأهلية، أهلا وسهلا بكم في تكملة مراجعة الفصل الثالث اللي هو وصلنا إحنا وياكم بالمراجعة لحل المعادلات التربيعية بالمربع الكامل. أنا بالفصل الثاني أخذت هذه على شكل معادلة، هذه على شكل معادلة وحليتها. زين، هنا أنا اجتني بالفصل الثالث حل المعادلات. شلون عرفت معادلات؟ لان بيها جمع وطرح وبيها يساوي صفر، بيها علامه المساواه. زين، شلون نحل مثل هذا السؤال اذا اجاني؟ احنا تعلمنا انه هذا ثلاث حدود نحله بالفصل الثاني، لو تجربه لو مربع كامل. زين، المربع الكامل شنو؟ نجذر الحد الاول، هذا الحد الاول، جذر الأربعة 2، جذر الإكس تربيع إكس، ثم نجذر الحد الثالث، جذر 25 إشقد 5، نفتح قوس بالوسط. هذا كله تدريب لك عزيز الطالب، هذا هي أنا القانون ماتي. نفتح قوس ب2 في جذر الحد الأول في جذر الحد الثالث بعد ما حللنا أو جذرنا. زين، 2 أجيب من عندي بالقانون في أول 2x، والحد الثالث يجد 5، إذن 2 في 2 4 في 5 20x. هذا الاختبار طلع لي يشبه الحد الوسط، حلي صحيح 100%. أجي نقول شلون نحل؟ نقول نفتح قوس واحد، هذه الحل مالتي، نفتح قوس واحد وعليه تربيع، هذه التربيع مالتي، نضع إشارة الحد الوسط. وين إشارة الحد الوسط؟ ترى هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني، هذا الحد الوسط. ما هي إشارة الحد الوسط؟ زائد. وين أخليها؟ بالقوس. زين، نقول الحد الأول هو جذر الحد الأول، هي أنا هذا الحد الأول شو خلي بي؟ هاي الاثنين إكس، والحد الثاني هو جذر الحد الثالث. شنو جذر الحد الثالث؟ 5. نأخذ أحد العوامل، هذا تكملة الحل، ثم نساويه للصفر، يساوي صفر. عفوا، هاي مو من أنا، منا، لأن عندي معادلة. واضح؟ زين، هسه من إجيت حليتها بهذا الشكل، شو أسوي؟ يقول هذا التربيع، يعني قوس عليه تربيع، هو هذا مو معناه هذا القوس متكرر مرتين؟ إيه، قلنا نأخذ أحد العوامل المتكررة. أنا شو أقول؟ أقول بجذر الطرفين، هذا التربيع يروح ويا الجذر، وحليت أكثر من مثال وشفت حلي صحيح. 2x زائد 5 يساوي صفر. نضع الأرقام في طرف والمتغيرات في طرف آخر. 2x إشارتها موجبة، واضح بناتي؟ يساوي هذه الموجب 5، من أنقلها هنا شو يصير؟ سالب 5. إذن هسه نقسم المعادلة، نقسمها على 2 حتى نتخلص من هاي 2 على 2، هاي تروح إكس تساوي سالب 5 على 2، هذه قيمة إكس. جاب لي سؤال وأيضا قال لي حل المعادلة الآتية. شلون أحل مثل هيك معادلة؟ أول شيء تتكون من كم حد؟ 1 2 3، الحد الإشارة هذا منا لهنا 1، هذا 2 وهذا 3. عندي أشرح لكم يعني بالتفصيل، ممكن طلاب مو طلاب مدرستنا، ممكن أي أحد يشاهد الفيديو يقدر يحل على شرحنا ويستفاد من عنده. احنا ما نبخل على اي احد بالمعلومة، ان شاء الله الكل يستفاد. زين، انا قلت ثلاث حدود احل هذه المعادلة، اجذر الحد الاول جذر 7، واجذر الحد الثالث، الجذر تربيعي للزت، هذه راح اسويها هنا على صفحة، جذر زت تربيع، التربيع ياكل الجذر، إذن شنو جذرها؟ زت. قلت أجيب 2 من عندي من القانون في الحد الأول في الحد الثالث بعد ما جذرته. هذا الحد طلع عندي يشبه
الحد الوسط إذا حلي صحيح 100%. أجي شو أسوي؟ طريقة الحل يساوي لحل المعادلة يساوي أفتح قوس واحد عليه تربيع، أفتح قوس واحد عليه تربيع وساوي للصفر، لأن هذه معادلة. جذر الحد الأول وينه؟ هو جذر 7. جذر الحد الثالث هي أنا هذا، أحل مثل هيجي معادلة، راح أقول له راح أجذر هذا الطرف هذا الطرف، تربيع يطير ويا الجذر، شو يبقى لي؟ جذر 7 ناقص زد يساوي 0. عندي المتغير إشارة لازم، راح أكتبها هنا ملاحظة، دائما وأبدا إشارة المتغير يجب أن تكون موجبة. واضح حبايب؟ دائما إشارة المتغير لازم تكون موجبة. هسا أنقل هذا العدد لو أنقل هذا، إذا نقلت هذا هم مو صحيح، بعدين صحيح تضرب فيه سالب وتتخلص منه، بس هذا عندي المتغير إشارته شنو؟ سالبة، راح هو أنقله، فشي يصير عندي من أنقله؟ يصير عندي زد تساوي جذر 7. هذا هو حل المعادلة مالتي. واضح بنات؟ زين، عندي موضوع اللي هو حل المعادلات التربيعية بإكمال المربع. هذه عندي مربع كامل، هذه بإكمال المربع. واضح؟ يقول نضع المعادلة بالصورة الآتية، يعني AX تربيع زائد BX يساوي سالب C. مو دائما سالب، يقول لي بس السي طلعها برا وتتغير إشارتها. زين، أنا عندي هذا السؤال، X تربيع ناقص 10X ناقص 24 يساوي 0. هذه الـ AX تربيع شوفوا هنا ناقص أو زائد الـ BX، هذه BX يساوي سالب C، يعني هذه C الحد الخالي من المتغير لازم أطلعه بعد اليساوي. أقول له X تربيع ناقص 10X يساوي هذه سالب 24، من أحولها شو تصير؟ موجبة. شفتوا شلون؟ مو دائما هنا ممكن سالبة تصير موجبة، ممكن موجبة تصير سالبة. واضح؟ يقول الخطوة الثانية، إذا كانت A، هذه الA يقصد بيها لا تساوي واحد، لا احنا الA تساوي واحد، بس إذا كانت لا تساوي واحد تقسمون المعادلة على معامل الإكس تربيع، يعني هنا لازم دائما المعامل واحد، أي عدد موجود هنا تقسمون هذا العدد على كل المعادلة. زين، يقول النقطة الثالثة، نضيف إلى طرفي المعادلة نصف، هاي النصف في معامل إكس شقد؟ شقد عندي؟ سالب 10 على 2 بيها 1، على 2 بيها 5، سالب 5 الكل تربيع، سالب السالب موجب، 5 في 5 25. هذا يقول الضيفه الى طرفي المعادله. شوفوا هاي امامكم خطوات الحل، يعني راح اقول له اكس تربيع ناقص 10 اكس زائد نضيف، دائما زائد، ايش قد؟ 25. هذا طرف، الطرف الثاني من المعادلة هذا 24 زائد 25. واضح؟ زين، نجي نكمل حلنا. يقول بعد شو نسوي؟ نحلل الطرف الأيسر، نحلل الطرف الأيسر الذي أصبح مربعا كاملا. هذا الطرف الأيسر، هذا الطرف الأيسر، وهذا يا طرف شوفوا على أيدي اليمنى الطرف الأيمن. يقول نحلل الطرف الأيسر الذي أصبح مربعا كاملا. خلي نحلل هذا، ايش راح يكون تحليله؟ جذر الحد الأول راح يصير X، صح؟ وهذا جذر الحد الثاني الثالث 5، نجيب من عندنا 2 في الأول في الثالث. اختبار، هذا مو الحل. الحل ماتي أفتح قوس واحد عليه تربيع، إشارة الحد الوسط X وهذه 5. هذا يقول لي الطرف الأيسر الذي أصبح مربعا كاملا، الذي أصبح مربعا كاملا.
زين، ونبسط الطرف الأيمن، هذا الطرف الأيمن ما تنبسطه. 5 و 4 9 2 و 2 4 49. يقول نأخذ الجذر التربيعي للطرفين ونجد قيم x. نأخذ الجذر التربيعي للطرفين ونجد قيم x. زين، عندي إذا أخذت الجذر التربيعي لهذا الطرف وأخذ الجذر التربيعي المن للطرف الآخر، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أول شيء التربيع ياكل الجذر، صح؟ راح يبقى عندي التربيع، لاحظوا هنا أنا. التربيع أكل الجذر مالتي، شو بقالي؟ x ناقص 5 يساوي، من تحت الجذر من يطلع هذا العدد؟ راح تطلع له قيمتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة، وجذر 49 شقد؟ 7. حلين نقول أما x هذا ناقص 5 يساوي 7، خدت الموجبة، أو ش عندي x ناقص 5 يساوي سالب 7، واضح؟ زين، الx أريد أخليها بوحدها، نضع الأرقام في طرف والمتغيرات في طرف آخر، يساوي نزلته 7، نزلته هاي السالب 5 من أحولها شو تصير؟ موجب 5، ويساوي الx تساوي 7 و5 12. أجي على الطرف الآخر، x تنزل لأن يعني إشارتها موجبة، يساوي السالب 7 أيضا أنزلها، هاي السالب 5 من أنقلها شو تصير؟ موجب 5، x تساوي، الإشارات مختلفة، نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر، 7 يروح 5 2، والإشارة سالبة، إذن مجموعة الحل s تساوي شقد؟ s تساوي شقد أول وحدة؟ 12، والثانية سالب 2، هذا هو الحل مالتي. يجيني أيضا تجيني معادلة يقول لي جد مجموعة حل المعادلة باستعمال القانون العام أو الدستور. القانون العام إذا قال لك أو الدستور هو نفس المعنى، لازم تحفظ لهذا القانون اللي شي يقول لي x تساوي سالب b زائد أو ناقص تحت الجذر b تربيع ناقص 4ac على 2a. زين، انت من ينطيك هذا يقول لك باستعمال الدستور؟ اول ما تخلي القانون حصلت على 3 درجات، بديت تحل حلي حصلت على 5، مجرد بسطت توصل يمكن للستة. دائما اخذوا هاي القاعدة، يعني لا تعيف اي شيء فارغ. زين، راح نطلع الاي انا احتاج والبي مين من السؤال، وبعد شو احتاج اطلع السي. الأي دائما هي معامل الإكس تربيع أو الواي تربيع أو الزد تربيع، يعني اللي تجي ملتصقة ويا من؟ ويا التربيع. إش قد معامل الواي تربيع؟ إش قد معاملها؟ ما أشوفها بس هي إش قد؟ 1. إذن الأي تساوي لإش قد؟ 1. عفية. البي إش قد تساوي؟ إذن المعادلة مخربطة، لازم آني شو أسوي؟ لازم أرتب المعادلة، أقول له واي تربيع هذه ناقص 9 واي، من أدخلها شو تصير؟ زائد 9 واي زائد منو؟ البي، تأخذه هو وإشارته، إذا سالب 9 تكتب سالب 9، ثاني عندي شقد 9. زين، والسي هو الحد الخالي من أي متغير، شقد قيمته؟ 12. أجي راح أعوض بالقانون مالتي، زين. القانون ماتي يقول لي x تساوي سالب البيج قد طلعتها 9 زائد ناقص، شوف لي أن هي مجموعة حل فلازم تطلع لي قيمتين موجبة وسالبة، تحت الجذر البي تربيع يعني 9 تربيع
ناقص أربعة في الأي شقد؟ واحد في السي شقد من طينياها أو طلعتها 12 على 2 في 1 اللي هي الأي ويساوي. هسا عاد تبدي عندي مرحلة التبسيط. شي تقول مرحلة التبسيط؟ 2 في 1 2، سالب 9 تبقى هنا، زائد أو ناقص تحت الجذر. 9 في 9 81، ناقص 4 في 1 4 في 12، هاي 12 وهاي الأربعة، 4 في 2 8، 4 في 1 4، شقد عندي؟ 48 يساوي سالب 9 زائد أو ناقص 81، يروح 48 تحت الجذر شقد؟ 33 على شقد؟ على 2. يعني أنا أشوف اللي هنا أنا بعد ما بيها أي تبسيط، تقول أما الإكس تساوي سالب 9، تأخذ مرة موجب ومرة سالب، موجب تحت الجذر 33 على 2، أو الإكس تساوي على 2 سالب 9 ناقص جذر 33، وتحط لياها هاي في مجموعة حل، هي هذه مجموعة الحل مالتك. رح ننتقل الآن إلى موضوع المقدار المميز. عندي المقدار المميز هو جزء من القانون العام أو الدستور، بس ناخذ اللي تحت الجذر، راح يكون دلتا يساوي ب تربيع ناقص 4 اي سي. عندي هذا المقدار المميز، عندي نوع الجذر والمقدار المميز. يقول اذا اجيت حليت ولقيت المميز طلع لك موجب ومربع كامل، يعني مثلا 49 يطلع موجب وهو مربع كامل لانه جاي من 7 في 7 49، نوع الجذر راح يكون شنو؟ جذران حقيقيان نسبيان. زين، اذا يطلع لك موجب وليس مربع كامل، مثلا 52 هذا عدد موجب المميز لكن ليس مربع كامل، نوع الجذران يقول جذران حقيقيان غير نسبيان. زين، اذا طلع لك المميز صفر تقول جذران حقيقيان متساويان، وتأخذ فقط السالب ب على 2A لأنه زائد والناقص والجذر هذا كله بعد صار صفر. زين، إذا طلع لك المميز سالب راح يكون جذران غير حقيقيان، مجموعة الحل في R هي مجموعة خالية، هاي إذا طلع سالب. واضح؟ راح نبدأ نحل هذا السؤال. يقول لي حدد جذور المعادلة أولا ثم جد مجموعة الحل إن أمكن. زين، يقول لي هاي الواي تربيع ناقص 14 واي زائد 49 يساوي صفر. أنا من يقول لي حدد جذور المعادلة أولا لازم إيش أخلي لي؟ قانون، قانون المميز، أقول له دلتا يساوي بي تربيع ناقص 4 أي سي. واضح؟ زين، بعد ايش اطلع؟ اطلع الاي على صفحة والبي والسي. السي هو الحد اللي خالي من اي متغير، راح يكون شقد؟ 49. الاي هو اللي ويا التربيع يكون 1، والبي هو سالب 14. اجي اعوض بالقانون، البي تربيع يعني شقد؟ سالب 14 تربيع ناقص 4 في 1 في 49. إذا راح نجي نفك هذه 14 سالب في السالب موجب 14 في 14 196، ناقص 49 أيضا في 4 راح تكون 196 ويساوي 196 ناقص 190 راح يطلع لي صفر. من يكون الدلتا صفر شنو نوع الجذور؟ أقول له جذران حقيقيان متساويان، يكون القانون سالب B على 2A ويساوي سالب وهو سالب 14. واضح؟
وهنا أنا عندي 2 في 1 ويساوي سالب بالسالب موجب 14 على 2 ويساوي 7. هذه مجموعة الحل S تساوي شقد 7. هاي مجموعة الحل. راح يكون كل الأمثلة والأسئلة تباعون على دلتا شنو، وتتبعون القوانين مالتي وتكتبوا له أنواع الجذور، مثلا جذران حقيقيان متساويان أو غير نسبيان أو نسبيان أو جذران غير حقيقيان، وهكذا. لازم تحفظون هذه الأربع جذور هي والمميز كل واحد إيش راح يكون، تحفظوه أيضا. ينطيني نوع لاخ من الأسئلة، يقول لي ما قيمة الثابت كي التي تجعل جذري المعادلة إشبي متساويان؟ من يقول لي جذور المعادلة متساوية يعني دلتا يساوي صفر. هاي قاعدة لازم تثبتوها عندكم. من يقول الجذور متساوية يعني دلتا شي يساوي لي صفر. زين، هو منطيني هاي المعادلة، هذه ما مرتبة، اجي ارتبها. اقول له زد تربيع هذه راح تصير بالوسط. ليش؟ لان هاي شنو موجبة؟ راح تصير سالب، سالب ايش قد؟ كي زائد 9. ما علينا بداخل القوس، احنا برا القوس شنو اشارتها؟ موجبة. من راح ادخلها او ارتبها ايش راح تصير؟ سالبة. واضح؟ زد زائد هاي 81 هي بمكانها اساسا. زين، بعد شلون احل؟ اقول يساوي ايش قد؟ صفر. هسه اطلع الاي والبي والسي حتى اطبق الدلتا. الاي يساوي ايش قد؟ هذا 1. البي ايش قد يساوي؟ هذا كلها هي بي، سالب كي زائد 9. زين، السي ايش قد يساوي لي؟ 81. اطبق اجي الدلتا، اقول له دلتا يساوي بي تربيع ناقصا 4AC. الدلتا ايش قد اعوضها؟ صفر، لان قال لي جذور المعادله متساوي يعني دلتا يساوي صفر. زين، البي تربيع وين البي تربيع؟ هذه كلها سالب، اخلي القوس كي زائد 9 هذه كلها راح تكون تربيع. القوس تربيع، القوس تربيع، وبعد والسالب ايضا تربيع، ناقصا 4. ايش قد عندي الاي؟ 1. ايش قد عندي السي؟ 81 ويساوي هذا صفر. سالب بالسالب موجب، يبقى عندي كي زائد 9 كل شنو؟ تربيع، ناقص 4 في 81 324. زين، راح نخلي الأرقام الطرف والمتغيرات الطرف آخر، يعني راح أنقل هذا الكي زائد 9 كل تربيع راح يبقى بمكانه ويساوي 324. راح أقول بجذر الطرفين، بجذر الطرفين، إذا أجذر هذا الحد التربيع يأكل الجذر، إذا أجذر هذا الحد هذا راح يبقى عندي كي زائد 9 يساوي هذا زائد ناقص، إذا طلعتوه من تحت الجذر راح يطلع لكم 18. أيضا عندي هنا من راح أنقلها هنا شو تصير؟ سالب 9، كي تساوي 18 يروح 9 إيش قد؟ 9، والإشارة إيش راح تكون؟ موجبة. كي تساوي هاي السالب 18 راح تنزل بمكانها، هاي الموجب 9 من أنقلها هنا شو تصير؟ تتغير إشارتها. مثلتكم إياه من صف أول، قلت لكم هذا الجسر من تعبره راح تتغير حالتك، لو تموت لو تتكسر، انت هنا أنا واقف ما بيك شيء، اذا هذا يتغير وضع الاشاره، اذا هي موجبه حولتها بعد المساواه، اذا حولتها منا او المساواه منا انا حولتها لهذا الطرف ايضا تتغير الاشاره، مجرد ما تعبرها هذا الجسر. هاي موجبه ايش راح تصير؟ سالب 9، كي تساوي الاشارات متشابهه، نجمع
وناخذ إشارة التشابه سالب 18 وتسعة 27. هذه منو؟ هذه ما قيمة الثابت شنو؟ ويقول لي ما قيمة الثابت كي، ما قيمة الثابت كي. زين، هسه الكي يشبيها مرة تسعة ومرة 27، لازم أرجع أعوضها. هذه وين أعوضها؟ هنا بالسؤال أقول له عندما الكي تساوي تسعة ترى يطلع هذا الناتج، وعندما الكي تساوي سالب 27 يطلع لي هذا الناتج. عندي عندما الكي تساوي تسعة أقول له زد تربيع ناقص تسعة، هنا الكي يشقد تسعة زائد تسعة، زد زائد 81 يساوي صفر، هاي ناقص تسعة وتسعة 18، زد زائد 81 ويساوي صفر. راح نحلها شنو؟ مربع كامل. ليش؟ لأن الحد الأول تربيع والحد الثاني تربيع، إذا جذرنا هذا تسعة نجيب اثنين من عندنا، تسعة في اثنين 18، راح نحل قوس واحد عليه تربيع يساوي صفر. جذر الحد الأول زد، جذر الحد الثالث تسعة، إشارة القوس سالب، بجذر الطرفين إيش راح يطلع لي؟ هذا من جذرة تربيع يروح، زد ناقص تسعة تساوي صفر، يؤدي إلى أنه الزد تساوي تسعة. واضح؟ زين، إذا أخذنا عندما الكي تساوي 27 أجي أعوضها أيضا بالسؤال، زد تربيع ناقص أي سالب 27 زائد تسعة زد زائد 81 يساوي صفر. زين، راح نقول الزد تربيع تنزل ناقص، نطرح وناخذ إشارة العدد الأكبر أيضا 18، شنو؟ زد زائد 81 يساوي صفر، زد تربيع سالب السالب موجب 18، زد زائد 81 يساوي صفر. نفس الحل، قوس واحد عليه تربيع جذر الحد الأول وجذر الحد الثالث إشارة الحد الوسط يساوي صفر، أقول له بجذر الطرفين من أجذر هذا التربيع يأكل الجذر، أقول له زد زائد تسعة يساوي صفر، يؤدي إلى أنه الزد تساوي سالب تسعة. هذا حل السؤال، يجيكم عليه 10 درجات. عندي يجيني سؤال، هذه هي المعادلات الكسرية العامة اجتي، متوقع انه السنة تجينا. زين، هي صح شوية الطالب يشوفها صعبة، بس بحل التمارين وبالكثرة يعني تصير كلش سهلة وبسيطة، ما بيها اي شيء. يقول اول خطوات تتبعها بالحل، نحلل ان وجد تحليل. اكو تحليل؟ لا ما عندي، هذا ما بيشي، لا عامل مشترك لا فرق بين مربعين، ما عندي اي شيء، ما اقدر احلله. خلاص، هسه اتخلص من الكسور. شلون اتخلص من الكسور؟ وذلك عن طريق الضرب بنفس المقام. المقام شقد؟ اكس ناقص 4 واكس ناقص 3، اضرب كل الكسر او كل المعادله في شقد؟ اكس ناقص 4. واضح؟ زين، وهذا همينه، اكس ناقص 4 اضرب كل المعادله في اكس ناقص 4 واكس ناقص 3. زين، انا ما راح استخدم هاي الطريقه، عادي اقدر استخدم طريقه توحيد المقامات. اي نعم، عادي أخذ المقامين لأن اثنين مختلفين، x ناقص 4 و x ناقص 3. x ناقص 4 و x ناقص 3 بيش كم x ناقص 4؟ المتشابه بعد ما علي بي، اللي بقى هذا أضربه في منو؟ بالثلاثة، بالبسط. 4 بي كم x ناقص 3؟ هذا المتشابه يروح، ايش يبقى لي؟ اللي بقى هذا القوس الثاني اضربه في منه؟ في البسط، 2 في x ناقص 4 ويساوي 1، هاي ما عليه بيها بعدين ابسطها. زين،
بعد شلون راح أحل؟ عندي عدد مضروب في قوس عملية التوزيع مع مراعاة الإشارة. هنا ندير بالكم على إشارة، عندي مقابل هذا القوس عدد وإشارة. زين، 3 في x 3 x ناقص 3 في 3 9 سالب في الموجب سالب، 2 في x 2 x سالب بالسالب موجب، 2 في 4 8 هذا يساوي 1، ما له علاقة به. لأن قوسي المضروبات 1 صير عملية توزيع من فوق ومن جوا، x في x x تربيع، موجب في السالب سالب، x في 3 3 x سالب في الموجب سالب 4 x سالب بالسالب موجب، 3 في 4 12. واضح؟ زين، بعد أبسط الأرقام أخذها ويا الأرقام، وبعد المتغيرات أنقصها من المتغيرات. 3x يروح من عند 2x، يبقى عند 2x يبقى لي x ناقص 9 وزائد 8 سالب 1. هذا الـ x تربيع، ماكو أي عدد حتى ينضرب به. ناقص 3x وناقص 4x يصير ناقص 7x، نجمعهم وناخذ إشارة التشابه. الإشارة التشابه هي سالبة، 4 و 3 7 x زائد 12 يساوي لشقد 1. هذا بالبسط، المقام ما تشقد راح أضرب طرفين فوق بوسطين. x تربيع ناقص 7 x زائد 12 في 1، x تربيع ناقص 7 x زائد 12 يساوي x ناقص 1 في 1، x ناقص 1، x تربيع ناقص 7 x زائد 12 هذه راح تصير سالب x، لان راح ادخلها على المساواة احولها، وهذا راح تصير زائدا 1. زين، x تربيع ناقص 7x وناقص 1x راح يصير سالب 8x زائد 12 وزائدا 1 ايش راح يصير عندي؟ زائدا 13، هذا يساوي لي حبايب 0، زائد 13 يساوي 0. انا دائما انتوا همين تتعلمون. زين، هسه هذه طلعت لي معادلة اقدر احلها بطريقة صحيحة. شلون أحلها هاي؟ هو يقول لي جد مجموعة حل المعادلة. أنا أول شيء أتخلص من الكسور وأرتب وأبسط يلا أوصل للمعادلة. راح أطلع هنا أنا أقول للأي تساوي 1، راح أحلها أنا بالدستور، والبي تساوي سالب 8 اللي هو أسهل طريقة، والسي تساوي 13. أجي أحط القانون أقول لأكس تساوي لي سالب بي زائد ناقص تحت الجذر بي تربيع ناقص 4AC على 2A، وجي أعوض سالب البي شقد؟ سالب 8، هو القانون بي سالب 8 زائد ناقص تحت الجذر البي تربيع شقد؟ سالب 8 الكل تربيع ناقص 4 الأي 1 والسي شقد عندي؟ 13 على 2A. واضح؟ هسه اجي ابسط، يساوي الاي ايش قد عندي؟ نانا 1، عفوا 2 في 1 2، هاي 8 زائد ناقص تحت الجذر سالب 8 في سالب 8 سالب بالسالب موجب، 8 في 8 64 ناقص 4 في 13، وهذه الأربعة 3 في 4 12، 4 في 1 4 1 5 52 يساوي 8 زائد ناقص هاي 2 64 يروح 52 راح تطلع لي 12 جذر 12، وتبسيط جذر 12 هو 2 جذر 3، يعني الاكس
تساوي لي 8 زائد ناقص 2 جذر 3 على 2. حبسطها أكثر، X تساوي 8 على 2 زائد ناقص 2 على 2 جذر 3. هذا يروح على 2 بيا 1 على 2 بيا 4. أقول له أما X تساوي 4 زائد جذر 3، أو X تساوي 4 ناقصا جذر 3. وأيضا هذه هي مجموعة الحل. شكرا لكم ولمشاهداتكم، واعذرونا من التقصير حبايبي. هذا كل اللي نقدر بشكل بسيط انه نوصل لكم اياه، لان ما نقدر احنا التمارين كلها شرحيها وحاليها. هذا كمراجعة بسيطة لكم حبايبي.